طيب خلينا نعرف يعني مزيد من التفاصيل حول حفل التكريم، ونتكلم أيضا عن التخصصات الجديدة في معاهد السياحة والفنادق والآثار. معانا بينضم لينا عبر الهاتف الدكتور إبراهيم العسال، أستاذ مساعد الآثار الإسلامية والإرشاد السياحي، والأستاذ الزائر بعدد من الجامعات الإسبانية، والمنسق العام للاحتفالية. دكتور إبراهيم صباح الخير، وحضرتك لو تكلمنا عن اللائحة التعليمية الموحدة وإزاي بتقدم تخصصات جديدة بتخدم قطاع السياحة. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، تحياتي للمستمعين. طبعا الاحتفالية كانت بغرض تكريم الرواد وتكريم اللائحة التعليمية الموحدة. اللائحة تم إقرارها سنة 2017 بقرار من الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي. استفادت معاهد السياحة 18 معهد عالي للسياحة والفنادق التابع للجنة معاهد السياحة والآثار لوزارة التعليم العالي، استفادت بالفعل من البرامج التي طرحتها اللائحة، وقامت بمعادلة درجات هذه البرامج من المجلس الأعلى للجامعات في 2022. البرامج دي طبعا بتخلق فرص جيدة للطلاب وتهيئهم لسوق العمل. برامج كثيرة جدا تفوق العشر برامج أو 12 برنامج، زي مثلا إدارة الأعمال السياحية وإدارة شركات الطيران وشركات الملاحة والأحداث الخاصة والأحداث الرياضية، ده فيما يتعلق بقسم الدراسات السياحية. أما قسم إدارة الضيافة فكان طبعا داخله برامج هي إدارة الفنادق وإدارة المطاعم وإدارة حلول الطهي وإدارة خدمة العملاء. لأول مرة تخصص خدمة العملاء يظهر في التعليم الجامعي، كمان إدارة خدمات الضيافة الجوية والبحرية، وده تطلب من معاهد السياحة أن تعد نموذج طائرة متكامل حتى يقوم الطلاب بالتدريبات العملية في هذه النماذج. كانت هذه الاحتفالية طبعا احتفالية هامة جدا بتكريم الكوادر التي قامت بإعداد هذه اللائحة، الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان السابق طبعا، والأب الروحي الأستاذ الدكتور علي عمر مايسترو اللائحة وهو رئيس القطاع السياحي في مجلس الجامعات، الأستاذ الدكتور عوض عباس مقرر لجنة قطاع السياحة والآثار بوزارة التعليم العالي، وعدد من أساتذة كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان. يعني أكيد احتفالية كبيرة لتكريم أعضاء اللائحة التعليمية الموحدة بوزارة التعليم العالي، بتتكلم تحديدا عن معاهد السياحة والفنادق والآثار، وبتضم تخصصات جديدة أكيد بتنعكس على قطاع السياحة بشكل ملحوظ في الفترة القادمة. دكتور إبراهيم العسال، أستاذ مساعد الآثار الإسلامية والإرشاد السياحي، والأستاذ الزائر بعدد من الجامعات الإسبانية، والمنسق العام للاحتفالية، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا.